عرفاناً بمسيرة تعليمية ثرية، كرمت بلدية تل السبع المعلمين القدامى الذين كان لهم إسهامات في مجال التربية والتعليم في النقب، وشارك في احتفال التكريم معلمون متقاعدون كان لهم باع طويل في مدارس تل السبع والنقب، والذين تركوا بصمات جمة في سلك التربية والتعليم وتنشئة أجيال ريادية على كافة الأصعدة والمحافل، مع التأكيد على أن كل معلم يستحق التقدير على جهده وعطائه المتفاني. ياسر العقبي حضر حفل التكريم ونقل لنا صورة الوضع من هناك. من علمني حرفا كنت له عبدا، مقولة أصبحت من التراث الجميل في السنوات الأخيرة، ولكن مع ذلك هناك من يكن الاحترام الكبير لجمهور المعلمين. المركز الجماهيري في بلدة تل السبع من خلال مركز التطوير للمعلمين كرم المعلمين القدامى والمتقاعدين للعام 2022. كنا في حفل التكريم وعدنا بهذا التقرير. المعلمين القدامى في تل السبع وفي كل المنطقة هم أشخاص قدموا من أنفسهم الكثير لجهاز التربية والتعليم، خاصة في السنوات الماضية حيث كان شح في الميزانيات وأيضا الأدوات، وهم استطاعوا قيادة جهاز التربية والتعليم خلال سنوات صعبة إلى بر الأمان، وهذا اليوم جاء لتكريمهم وشكرهم على كل هذه العطاء. اليوم كان لنا الشرف بتكريم المعلمين القدامى، وشعرنا مدى فرحتهم بهذا التكريم وهذا الاعتبار، فهم فعلا يستحقون التكريم وأهلا له، ومهما كرمناهم فنحن معهم مقصرون لأنه احنا ثمرة جهدهم في كل هذه السنين. نستغل هذا اليوم لتكريم المعلمين المتقاعدين والمعلمين القدامى اللي عندهم سنوات خدمة فوق 32 سنة، لأنه شفنا أنه هذول المعلمين هن حجر الأساس، هن الأساس في بناء مجتمع صالح، وفي إلهن فضل كبير. توجد أهمية كبرى لهذا الحدث، تكريم المعلم المتقاعد، تكريم المعلمين، المعلمين بشكل عام لا يهتم بهم عند تقاعدهم ولا يجدون من الاحترام ما يستحقونه من المجتمع العربي بشكل عام. مجتمعنا بشكل عام لا يهتم بكبار السن، دائما ما يجد نفسه الإنسان في فراغ وفراغ، وهذا يؤدي إلى أمراض وإلى حزن وإلى أسى، ودائما ما يشعرون بالظلم الشديد في مجتمعهم. المعلمين القدامى اللي خرجوا للتقاعد بالنسبة لي هم مناضلين، هم معلمين مناضلين، لأنهم مرت عليهم ظروف صعبة من ناحية سفر من ناحية سكن، كل الظروف كانت ضدهم، بالرغم من هذا هم أعطوا جهود كبيرة جدا، أعطوا ضمير حي للطالب وزرعوا فيه، جو لهدف معين وقدموه. لازم نحترم المعلمين لأنه في المستقبل لازم بدنا نفوت جامعات، إذا ما بنركز في الدراسة ولا هيك لازم نحترم المعلمين، لازم نحترم في المعلمين مش بس بالمدرسة، لازم برا المدرسة وين ما كان يكون لازم نحترمهم.
قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، خرجت هذا العقل من ظلماته، هديته النور المبين سبيلا.